البس مواطن البس تقليل يلا. فرغم توفر السلع المختلفة وانخفاض أسعارها، أرجع بعض التجار جمودا في عملية البيع لهذه الأسباب. عملية فات غالية وماشية السلعة، كانت الناس عندها الدراهم، الناس السلعة شوية رخيصة بصح الشاري ما كانش دراهم صاي، الناس حاصلة ما أكلش برك المدخول، والناس حاصلة ما أكلش المعيشة، المعيشة غالية. القدرة الشرائية راهي ناقصة بزاف المواطن، سيرتو اللي مسكين ما عندوش، ما عندوش المدخول كاع، كاين اللي عامل يومي، والعمل اليومي راه ما كاش فهمني، العمل اليومي راه ضعيف، ضعيف بزاف كاع، راه ما كاش كاع. مواطنون آخرون بادروا إلى مراجعة الأسعار مع البائعين لخفضها بطريقتهم الخاصة. هذه راهم يقولوا 300 غالية 20، هي مليحة زينة، هاو غالية. يا ناجد لي غالية راش، هاو لا لا نديها حال المدى نديها، بصح خلاص ما خلاص كيفاش، هلا ولا أنا ما يبغيش، يا باغي نقول لهم 240 عام. اش تقاب لك زينة؟ هيا الله يربح الله يربح. 240 240. الأسواق الشعبية تبقى قبلة المواطن البسيط للحصول على لباس العيد له ولعائلته بأسعار منخفضة لا يجدها في المحلات الخاصة بالألبسة.